نروح بينا بنتكلم على التربية، فنروح كلية التربية جامعة طنطا، وكان فيها الحقيقة شيء غريب جدا. ظهر كتاب هناك تم النهاردة الكلام عنه بشكل كبير جدا، كتاب تدريس اللغة العربية في القرن 21 ما بين النظرية والتطبيق، اللي مؤلفين الكتاب أستاذ دكتور عبد الحميد عبد الله أستاذ تعليم اللغويات التطبيقية ورئيس قسم المناهج الأسبق، وأستاذ ريهام أستاذ دكتورة ريهام ماهر أستاذ المناهج وطرق المناهج أو طرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا. بيتكلم على بعض النماذج، فقرة كده بتحمل حياة الأبطال والزعماء، جايبين منها نماذج. فلما نيجي نقرا هنلاقي سعد زغلول، جمال عبد الناصر، مصطفى كامل، احمد عرابي، السادات، شوقي، حسين، مصطفى عبده، رفعت الطهطاوي، هوب نلاقي حسن البنا وسيد قطب. وكاتبين بعدها دول كان ليهم شأن في شف المجتمع وتقدمه لكل مجتمع قادته وزعمائه ورجاله. طيب معقول الدكتور عبد الله والدكتوره ريهام ما يعرفوش مين هو سيد قطب؟ أبو الجهاديين الدمويين والقطبيين التكفيريين، حسن البنا مؤسس هذه الجماعة الفاشية، يعني شيء الحقيقة كان غريب جدا. المهم يعني انتبهت الجامعة جامعة طنطا لهذا الأمر، وبالفعل أحالتهم للتحقيق لمجلس تأديبي. نعرف وهذه قرار الجامعة قدام حضراتكم بشأن ما تم تداوله، وبالفعل يعني حولوا إلى لجنة تحقيق من كلية الحقوق جامعة طنطا للتحقيق في هذا الأمر. خلينا نعرف التفاصيل أكتر مع الدكتور وليد عشري المتحدث الرسمي لجامعة طنطا. برحب بيك يا دكتور وليد في البداية، وبعد ما طرحنا المشهد سريعا يعني ممكن نعرف الأمور وصلت لفين، إيه الأخبار دلوقتي، تفاصيل التحقيق. أهلا بسيادة أستاذة ريهام، وأهلا أهلا بيك. طبعا أهلا دكتور عمرو وكل السادة المشاهدين. خليني بس حضرتك في عجالة سريعة بالنسبة للموضوع اللي حضراتكم تفضلتوا به، أؤكد على بعض النقاط اللي هي أساسية في الموضوع. النقطة الأولى حضرتك أستاذ المشاهدين، بنأكد لحضراتكم جميعا أن جامعة طنطا بتعمل في إطار منظومة وطنية. هذه المنظومة يقودها رئيس جامعة وطني وهو الأستاذ الدكتور محمود باشا. الآن النقطة الثانية وهي أيضا الدور الوطني في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الداعمة مش بس لجامعة طنطا ولكن لكل المؤسسات الدولية. النقطة الثالثة حضرتك، خلينا أؤكد سيادتك أستاذ المشاهدين بما لا يدع مجال للشك أن رئيس الجامعة دائما وأبدا لا ينتظر رد الفعل. ده يقودنا إلى الموضوع، يا ريت ندخل في الموضوع. اتفضل يا فندم. حضرتك هذا الكتاب الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وأيضا صفحات السوشيال ميديا، هو كتاب يدرس طلاب الكلية التربية بمرحلة البكالوريوس. على الفور بمجرد علم الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، كان القرار الفوري والعاجل أولا بحظر تداول الكتاب بشكل كامل، طبعا زي ما حضراتكم تفضلتوا في البداية لما يحتويه طبعا عبارات تخضع للتحقيق حاليا. ويمكن هذا الإجراء يمكن هدفه الأسمى هو الحفاظ على توجه الجامعة نحو الاعتدال في الأفكار اللي بيتم طرحها على الطلاب. الأمر الثاني وهو حالة الموضوع كاملا للتحقيق العاجل والفوري، لأنه لا يمكن بأي حال الأحوال السكوت عن مثل هذه الأشياء. ده الموضوع ببساطة. أيوة، بس هي الأمور وصلت لكده إزاي؟ يعني ممكن بس تدينا فكرة كده إيه اللي يعني خلى الكتاب ده أساسا مطروح بمحتواه اللي إحنا بنتكلم عنه بمضمونه بالظبط، يعني يا دكتور يعني إزاي وصلت لكده الصفحات دي، يعني بإمضاءاتكم أكيد، بمحطات لازم يمر بها الكتاب إلى أن يصبح في متناول يد الطالب، خصوصا إن هو جاي في نهاية الترم الثاني، يعني المفترض الكتاب في إيد الولاد من بداية الترم الثاني. هو حضرتك زي ما تفضلت، بس أؤكد سيادتك على نقطة مهمة. حضرتك تعلم ان احنا عندنا المقررات الدراسية اللي بتدرس الطلاب طبعا، وده لحضرتك هقول لحضرتك، الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة اصدر قرار في مجلس الجامعة الاخير اللي هو في الشهر الماضي في تشكيل لجان لمراجعة كافة المحتويات العلمية التي تدرس للطلاب داخل الجامعة. وده اجراء هدفه الاسماء ان احنا نتغاضى عن مثل هذه الاشياء. ليه؟ لان حضرتك أكيد إحنا بشر، الخطأ وارد، لكن الخطأ إذا كان مقصود أكيد مش هيمر مر الكرام، خاصة إن إحنا بنتعامل مع طلبة، خاصة إن مثل هذه الأفكار
ومش هيبقى خطأ، هيبقى خرج بقى من يعني ولا يمكن يا فندم موقف الخطأ عنه. انا بربي اجيال، انا دوري مش مجرد ان انا بخرج جيل، لا انا بخرج جيل قبل ما يكون متسلح بالعلم، عنده قيم ولاء، عنده قيم انتماء، عنده وطنيه لهذه البلد، ونبذ كل ما هو متطرف. طيب يا دكتور، الكتاب ده اول مره اول ترم ليه يدرس، ولا كان في ترمات قبل كده في سنوات سبعه في المنهج؟ لا الكتاب ده حضرتك بيدرس من فتره، ولكن إيه يعني ايه من فتره يعني؟ يعني من شهور ولا من سنين؟ لا الكتاب ده بيدرس من فتره، لان الموضوع اولا كله برمته زي ما تفضلت حضرتك وقلت، الموضوع كاملا للتحقيق. من سنين يا دكتور وليد الكتاب موجود في ايد الطلبه؟ الكتاب بيدرس الكتاب بيدرس حضرتك، ولكن بأكد من سنين ان هو ما كانش موجود في الترم الاول. يعني الكتاب دوت الحمد لله، ما عشان دي ماده ترم تاني يا فندم، احنا كنا في كليات وعارفين في مواد ترم اول في مواد ترم تاني، فدي ماده ترم تاني. ولكن السؤال، هل برضو السنه اللي فاتت في رابعه كليه تربيه السنه اللي فاتت، هل نفس الكتاب في نفس الماده كان بيدرس ولا لا السنه اللي فاتت؟ الكتاب ده يا فندم بيدرس بقاله فتره يعني أنا طب كان فين الجامعه يا فندم في السنوات السابقه؟ كان فين عميد كليه التربيه، عميد الكليه دي من سنين سابقه؟ كان فين الجهات اللي في الجامعه بتشرف على المحتوى اللي بتعلم للطلبه من سنوات سابقه؟ هرجع واقول لسيادتك يا عمرو بيه، هرجع واقول لسيادتك، انا القرار مجلس الجامعه اللي فات الدكتور محمود شخصيا قال يا جماعه الساده العمداء من فضلكم لو سمحتم الكليات ملزمه عن المحتويات العلميه اللي بتدرس لكل طالب، لان انا مش معقول انا عندي 120,000 طالب، عندي كام كليه؟ عندي 14 كليه، عندي كام ماده؟ فبالتالي هذه المسؤوليه هي مسؤوليه الاقسام اولا ومسؤوليه الكليات، واحنا بدورنا لما بيجي لنا حاجه زي دي عمرو بيه واستاذه ريهام لا يمكن باي حال من الاحوال شطبها. ويمكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، لا يمكن شطبها. لا دي يا دكتور وليد، لا يمكن شطبها ازاي؟ يعني انتوا اطلعتوا على حاجه زي دي قبل كده؟ يعني ايه يا فندم؟ معلش بس وضح لنا الجمله دي. اقصد حضرتك لا يمكن باي حال من الاحوال السكوت عنها، يعني حضرتك السكوت عنها مش حضرتك قلت شطبها، لا يمكن شطبها. لا شطبها يا فندم، انا اقول لحضرتك لا يمكن شطبها، انا اقصد سيادتك بقول لمعاليك تاني ان حضرتك هذا الكتاب النهارده السيد رئيس الجامعه شخصيا، وهذا الكلام ليس بكلام ولكنه بفعل، وحضرتك تفضلت مشكور بعرض القرار، هذا الكتاب بمجرد وصول علمي به للسيد رئيس الجامعه على الفور كان القرار هو دي النقطة، هو وصول حضرتك الصورة دي للجامعة والمسؤولين في الجامعة ورئيس الجامعة، هو يعني الناس دي كانت فين؟ من الأساتذة كانوا فين والدكاترة من الأول، من أول ما الكتاب ده صدر، من أول ما الكلمة دي اتكتبت؟ ده حضرتك بتقول إنه من فترة وبقاله سنين، يعني معنى الكلام يا فندم أنا بقول لحضرتك تاني وأؤكد لسيادتك، احنا بنؤكد الكلام اللي بنقوله وبنعيده تاني لحضرتك، بنقول لسيادتك هذه الاشياء اولا مرفوضه تماما. يعني احنا عارفين خلاص والفكره وصلت انها مرفوضه، انا بسال عن الاطلاع عليها، اليه التعامل مع مراجعه الكتب اللي بتقدم للطلبه. يا فندم حضرتك انا بقول لسيادتك هذا الكلام الدكتور محمود بمجرد توليه المسؤوليه، انا بقول لحضرتك الدكتور محمود متولي المسؤوليه يمكن من شهور قليله جدا، كان اول قراراته لابد من مراجعه المحتويات العلميه. يعني ما كانش بيتراجع قبل كده فندم محتوى قبل الدكتور محمود؟ لا صح دكتور، يعني برضه عشان يبقى كلام يا دكتور وليد، دكتور وليد يعني معنى كده قبل السيد رئيس الجامعه الحالي الدكتور محمود ما يتولى المسؤوليه من شهرين ما كانتش المناهج او الكتب اللي بتدرس في الجامعه بتتراجع؟ ما كانتش بتتراجع؟ دي مسؤوليه يا استاذ عمرو، دي مسؤوليه كليات يا فندم. يعني ايه مسؤوليه كليات؟ انا عندي عمداء، كل عميد كليه هو رئيس جامعه في كليته، هو المسؤول عن كل ما يدرس. كل عميد جامعه مسؤول عن ما يدرس؟ عميد كليه عفوا، كل عميد كليه مسؤول عن ما يدرس؟ لا عميد كليه يا فندم هو رئيس جامعه في كليته. تمام. يعلم تماما طبيعه المقررات الدراسيه، يعلم تماما التوجهات اللي هي بتدرس للطلاب، يعرف هذا الكلام وبيرفع، يفترض ان هو بيرفع. اصل ان لما يكتب الكلام ده ان حسن البنا وسيد قطب لا طبعا دول قاده وزعماء زيهم زي انور السادات ومصطفى كامل واحمد عرابي، دي تبقى كارثه. لا يمكن ان احنا نقبل بهذه الاشياء، لا يمكن ان احنا نمجد هؤلاء اللي ارثوا زي ما حضرتك تفضلت اللي هم ورثوا الدم، لا يمكن يعني. هؤلاء منبوذين تماما
شكلا وموضوعا. حصل خطأ كده يا دكتور وليد، يعني اللي اقدر يعني استشعره من كلام حضرتك انه في خطأ ما حدث، لانه في النهايه الورقه دي وصلت لايد ابن من ابنائنا او بنت من بناتنا، الورقه اللي هي المفروض بتدرسها مكتوب فيها الكلام ده، فهناك خطأ وهناك تقصير. وهناك خطا وهناك ايضا محاسبه، يعني اذا كان خطا من الاستاذ فلابد ان انا كدوري كمان ان انا احاسب، والمحاسبه لا يمكن باي حال من الاحوال تكون بينا، لا المحاسبه على الملا، وحضراتكم القرار موجود على الملا وقبل حتى ما حد ينشر على اي مواقع. مظبوط يا فندم، بدأنا بهذه الاشياء. هي 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 الواقعه كان بالفعل ترافق معاها ظهور البيان بتاع الجامعه واحاله الموضوع للتحقيق فعلا، يعني لا ننكر ذلك، يعني لان احنا في جامعه يا فندم بنشتغل في اطار تمام. وطني، في مؤسسه وطنيه. نتمنى لكم كل التوفيق، وارجوك بس يا دكتور وليد برضو عشان يعني اخترنا بنتيجه التحقيق عشان نقول للساده المشاهدين النتيجه. سبقتنا في هذه البداية يا استاذ عمرو، انا بحييك طبعا حضرتك اعلامي متميز، لكن انا باكد لسيادتك وللساده المشاهدين ولرهام هانم ان فورا اعلان نتائج التحقيق فورا سيتم المبادره بيها لسيادتك وهيتم اعلانها. ممكن اقول لك حاجه يا دكتور وليد قبل ما نقفل مع حضرتك؟ اتفضل. العامل الزمني هنا لا يمكن ابدا ان احنا نغفله. التوقيت اللي بنتكلم فيه يا فندم دقيق وخطير وصعب، ان ده بيدرس من فتره لا يمكن ان نغفله، ان ده وصل لايد الطلاب من فتره دون مراجعه، دون مراقبه، دون محاسبه زي ما حضرتك قلت، وده موجود دلوقتي، اعتقد انه كان ليه اثر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وليد عاشري المتحدث الرسمي لجامعه طنطا، شكرا يا فندم.